صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امرأة نذرت لله تعالى إن رزقها الله بولد وقد رزقها الله الولد أن تصوم سنة كاملة وأن تسأل المال من سبعة بيوت وأن تطعم 70 بيتا خبزا عليه دبس فهل يجب عليها الوفاء بنذرها؟ تسأل المال إيش؟ تسأل المال من سبعة بيوت. إيش معنى هذا؟ تسأل المال من سبعة بيوت. تشهد يعني من سبعة بيوت. عليها أن تكتب سؤالها وترسله للإفتاء ونظره إن شاء الله. نعم.